مرة لمساندة الرئيس بوتفليقة. بكري كانوا الناس كل يضحكوا عليها، وين تروح لفرنسا ولا لطاليان يقول الجزائر يا إرهاب، عاد يخلطوا في الناس كل. والحمد لله كاين ناس غداروا غلطات وتراجعوا على الغلطات نتاعهم، كما يقول الله سبحانه وتعالى يقول لك سامح أخاك إذا غلط، منه الإصابة تبطل بالغلط وتجافى عنه إن زاغ يوم أو قصد.